السلام عليكم إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله غنجاوب على سؤال أحد الإخوة. الأخ عز الدين يسأل عن التعب أثناء ممارسة الرياضة وعن طريقة لزيادة السوفل. أولا أعرف السوفل، هو من الناحية الرياضية القيام بمجهود متواصل دون الشعور بالتعب من جراء نقص الأكسجين، وهو من الناحية العلمية تحول في نظام توزيع الأكسجين على الجسم. إذا كنت أخي تشعر بالتعب والانهيار في الجزء الأخير من الحصة التدريبية فهذا شيء عادي تتجاوزه إن شاء الله مع مرور الوقت والاستمرارية. أما إذا كنت تشعر بالإرهاق في بداية الحصة أثناء التسخينات فلا بد من أخذ قسط من الراحة قبل الذهاب إلى النادي، خصوصا إذا كنت تتعب طوال اليوم في العمل أو الدراسة. وقبل البدء في التمارين من الأفضل تناول قليل من التمر لمد الجسم بالطاقة، وذلك لسرعة امتصاص السكر الموجود داخل التمر. ويجب أيضا ممارسة رياضة الجري لتحسين عمل الرئتين والرفع من قدرة التنفس أو زيادة كفاءة التنفس. ويجب أيضا أن توفر للجسم ما يكفيه من الكربوهيدرات والدهون، لأن فشل النظام الغذائي يؤدي إلى نقص الطاقة في الجسم وعدم القدرة على تحمل عناء التمارين. هذا فيما يخص هذه الحلقة. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وأتمنى منكم جميعا أن تدعموني باشتراككم في هذه القناة، وليصلكم كل جديد في عالم الرياضة، فنون القتال والأبحاث العلمية. وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.